صباح الخير على كل المستمعين وعلى كل المشاهدين في كل مكان جوه مصر وبره مصر. اهلا وسهلا بيكم بحلقه جديده من برنامج ارتباط. اللي ما شفناش واللي بيشوفنا النهارده لاول مره بننوه عن فكرتنا وازاي ان احنا النهارده بنساعد الناس اللي بتدور على الجواز، وازاي ان احنا النهارده بنحاول ان احنا نوفق بين كل الاشخاص اللي النهارده بتلجأ لينا واللي فعلا بيبقى جد وعندهم النيه الجديه في الجواز، وازاي بنبتدي نساعدهم. على سبيل المثال احنا لينا صفحتنا على الفيس باسم جريدة ارتباط للجواز، ودي بيبقى فيها كل الحلقات اللي فاتت، واللي حابب ان هو ياخد خلفية اكتر من خلال جريدة ارتباط للجواز يخش على الفيس وبيكتب ببساطة كده كلمة جريدة ارتباط للجواز. ليه انا بقول كده؟ عشان خاطر برضو في حتة صغيرة حابب ان انا اذكرها كمقدمة لينا. الشخص اللي النهاردة بيجي يسألني بعض الأسئلة وما يكونش لي سابق معرفة بيا، فبيبتدي النهاردة يخش معايا في جدال كتير جدا، وده بيدخلنا في حتة ساعات بتبقى بعيدة شوية عن المضمون اللي أنا بعرضه. فبالتالي لما هتخش النهاردة على صفحتنا على الفيس هتبتدي تشوف كل الفيديوهات، وبيها هتعرف إحنا إزاي بنساعد الراجل أو الست، ست إن كانت عايزة تشترك معانا أو راجل أيا كان عايز يشترك معايا، فهيبتدي يعرف ازاي احنا بنبتدي نساعد الراجل او نساعد الست. مبدئيا ببساطه احنا موجودين على قناه صحه والجمال من 2011، وبالتالي ده لينا باع طويل جدا بيساعدنا بان احنا الحمد لله بنحقق من خلال الفتره الزمنيه اللي احنا موجودين فيها كم كبير جدا من الارتباطات بين الاشخاص وبعضها. ببساطة لما بيجي النهاردة حد من الناس اللي النهاردة جه اشترك معايا ببتدي أساعده بمحيط الناس اللي بتبقى مشتركة معايا، ودي بتدي فرصة ان احنا النهاردة نساعد الناس في المقام الاول اللي احنا متأكدين منهم وعارفين بياناتهم وعارفين ظروفهم، وبالتالي بنحاول نعمل عملية التوفيق بين الأشخاص وبعضها. بس ما بنكتفيش بده، احنا النهاردة بنحاول بقدر المستطاع ان انا استجذب للراجل اللي جه اشترك معايا او للست اللي جت اشتركت معايا اكبر كم من الاختيارات، وهي صاحبة القرار. هو ده المضمون اللي انا عايز اوصله للمشاهد اللي بيشوفني النهاردة لاول مرة عشان خاطر يعرف احنا ازاي بنتعامل. مبدئيا كل اللي انا بتكلم عليه ده هيلاقيه موجود عندنا على الصفحة بتاعتنا. من خلال الكلام اللي أنا بحكي عليه كل شخصية النهاردة أنا بقدمها شخصية لازم أن يبقى لها مرجعية ثابتة عندي عشان أبتدي النهاردة أساعد بيها الناس. يعني إيه مرجعية ثابتة؟ يعني كل واحد النهاردة بيبقى عندي ملف كامل دي في كل بياناته عشان أبتدي النهاردة لما أتكلم عنه وأقول عنه أي مواصفات هو فيها هيلاقي كل الكلام ده موجود عندي، أبقى أنا متأكد منه عشان أبتدي أساعد الناس بشكل سليم. لما اجي اتكلم النهارده مطلق، او اجي اتكلم النهارده ان الشخص ده ارمل، او اجي النهارده اتكلم ان الشخص ده ما سبقلوش الجواز، كل الكلام ده بيبقى موجود عندي بالورق الرسمي اللي يثبت الكلام ده. الشخص النهارده اللي بيجي يشترك معايا ايا كانت شهادته او مستوى تعليمه برضه النهارده عشان اجي اتكلم عنه او ابتدي اساعده واساعد بيه الناس اللي النهارده بتتابعني والناس اللي النهارده بتشاهدني لازم أن يكون عندي برضه نفس القصه عشان ابتدي أقول كلام يبقى النهاردة موزون وفي مكانه عشان خاطر النهاردة أساعد الناس بالشكل السليم. ببساطة إحنا النهاردة بنبتدي نساعد الراجل أو الست النهاردة اللي جت اشتركت معايا بأن أنا بوفر لها عدد من الفرص من ضمن الناس المشتركة معايا. مش بكتفي بكده وبس، لا أنا كمان بحاول أن أنا أساعد الراجل أو الست اللي النهاردة جت اشتركت معايا من خلال الإعلان. بنتكلم مع بعض ونقول مواصفاته ونقول مواصفاتها ونبتدي نطرح الكلام ده على الجمهور، ومن هنا بيبقى في كم كبير جدا من الاختيارات في مكان بعيد خالص عن توقعات الشخص اللي النهاردة جه اشترك معايا. بمعنى آخر أن النهاردة كل واحد النهاردة من الناس اللي النهاردة بتمتهن القصة بتاعت الجواز بيبقى محيط اللي هو بيشتغل فيه المعارف اللي موجودة معاه أو الناس اللي مشتركة معاه، وهو ده الصندوق الصغير اللي أنا ببتدي بطلع منه. بطلع منه إزاي؟ بأن أنا النهاردة عندي إمكانية مش موجودة عند ناس كتيرة جدا من الناس اللي النهاردة بتشتغل في مجال الجواز، اللي هي فكرة إن احنا النهاردة عندنا إعلان عن طريق قناة فضائية موجود بيشوفني كل الناس في كل محافظات مصر أيا كانت المحافظة وأيا كانت المكان، بيبتدي النهاردة يلاقي الشخص اللي النهاردة اشترك معايا واللي النهاردة ليه فعلا الجدية عنده وكل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده بيلاقي اختيارات تانية معاه.
فهو ده الهدف من الفكرة بتاعتنا، وهو ده الهدف من كلمة جريدة ارتباط، ان احنا بنعمل اعلان، ان احنا بنساعد الشخص النهاردة، بنقول مواصفاته، بنقول طلباته، بنحاول ان احنا النهاردة نستجذب ليه اكبر كم من الناس في المحيط اللي موجود من المشتركين معانا، وفي نفس الوقت في محيط تاني اكبر شوية من خلال المشاهدين اللي النهاردة بتتابع القناة واللي عندهم نفس الرغبة واللي ممكن ما يكونش عندهم الامكانيات ان هم يجي يشتركوا عندنا. فأنا النهاردة بحاول قدر المستطاع إن إحنا النهاردة نوفق الناس بأكتر من اختيار، وهو ده هدفي، إن أنا النهاردة ما اكتفيش بإن النهاردة الشخص يجي يسألني هل يا ترى موجود عندك كذا فابتدي أقول له آه أو لأ، لأ أنا النهاردة بحاول قدر المستطاع إن أنا أفتح لي أكبر كم من الاختيارات عن طريق الإعلان. هو ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنأصل لها، وهو ده الفكرة اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها، ومن هنا هو ده الطريق اللي احنا النهاردة بنسلكه، وبقالنا من 2011 على نفس الطريقة دي، والحمد لله بنحقق نسبة كبيرة جدا من التوفيق بين الناس وبعضها. طبعا في بعض الناس النهاردة بتيجي تسألني في أسئلة كتيرة جدا، وعشان كده برضو أنا في بداية الحلقة قلت يا جماعة اللي حابب ان هو النهاردة يعرفني أكتر يخش على صفحتي. أولا احنا النهاردة ما بيعديش عليا الفرص اللي الناس النهاردة بتتخيل ان هي موجودة على مستوى بعض الناس اللي بتروج لها، زي مثلا في هل يا ترى عندك واحدة ست عندها سكن، هل يا ترى في واحدة ست خليجية، هل يا ترى النهاردة هقدر ألاقي الفرص اللي احنا النهاردة يعني الناس بتروج لها، ان واحدة تقبل وضع الزوجة التانية وعندها سكن وعندها النهاردة فرصة ان هي تتولى حتة الإقامة عندها ولا لا. فهو ده اللي احنا النهاردة عايز اجاوب عنه عن طريق ان احنا النهارده خش على صفحتنا، هيلاقي كل الكلام ده مع كل الاشخاص اللي النهارده جت واتكلمت معايا على مدار الحلقات وعلى مدار الفترات اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض، ان مفيش واحده من ضمن الناس اللي النهارده جت اشتركت معايا بتوافق بالوضع ده، ان هي تقبل مثلا ان هو ايا كان الشخص اللي النهارده هتبتدي توافق بيه ان هي توفر له السكن، ده مش موجود. عشان كده انا في بدايه الكلام بقول يا جماعه خشوا على الصفحة عشان تبتدي تاخد بالك من إيه اللي موجود وإيه اللي مش موجود. أنا الكلام ده بعرفه للأشخاص اللي بتشوفنا لأول مرة، إنما الناس اللي عارفانا والناس اللي متابعانا اوريدي عارفة طريقتنا في الشغل، يعني عندهم خلفية مسبقة عن طريقة الشغل اللي احنا النهاردة بنقدمه. فعشان كده يا جماعة اللي حابب إن هو يجي يشوف بيانات عننا عشان لما يبتدي يتكلم معايا ويبتدي النهارده يقول لي ظروفه ويبتدي يقول لي طلباته يبقى عارف ايه اللي انا اقدر اساعده بيه وايه اللي انا ما اقدرش اساعده بيه. فطبعا احنا لينا صفحتنا على الفيس اسمها جريده ارتباط الجواز، بيها هتبتدي تعرف تاريخنا وبيها هتعرف كل اللي احنا بنقدر نقدمه وكل الناس اللي موجوده عندي ايه هي مواصفاتها وطلباتها، وبالتالي بتسهل على نفسك لو انت جاي بتدور على حاجه معينه هل يا ترى موجوده معايا، هتبقى انت النهارده حابب تشترك او لا، دي حاجه ترجع لك. لو النهارده عندك الحب ان انت تبقى ظاهر وتبتدي تدور في محيط اكبر من الناس دي، هتبقى برضو عارف ان احنا النهارده من خلال تواجدنا على قناه فضائيه فده بيدينا فرصه للانتشار لحالتك، وهو ده اللي احنا النهارده بنحاول نوصله. طبعا انا معايا اعلان عن شخص موجود معايا عنده 52 سنه وهو مطلق وبدون اولاد، وبستأذن فريق الإعداد إن يبقى مظاهر دلوقتي معانا برقم تليفونه عشان نبتدي لما نتكلم عنه نديله مساحة من الوقت عشان يبقى ظاهر قدام الناس ونضرب بيه مثل إزاي إحنا بنساعد الناس اللي النهاردة اشتركت معي. طبعا الشخص اللي النهاردة أنا بتكلم عنه بيبقى زي ما قلت يا جماعة في بداية الكلام عندي كل ما يثبت بياناته، يعني النهاردة أنا بقول إن أنا عندي مطلق عنده 52 سنة أوريدي. أنا النهاردة لما جه اشترك الشخص ده أخدت منه ما يثبت هذا الأمر، إن هو النهاردة منفصل وعنده النهاردة في أسيمة طلاق بتثبت إن هو الراجل ده مطلق. النهاردة كمان من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها السن، بنتكلم إن هو سنه 52 سنة، بنتكلم إن هو عنده شقته وعنده سكنه الخاص اللي النهاردة يقدر يوفره لأي واحدة أيا كانت ظروفها، المهم إن هي تتناسب مع الطلبات اللي هو عايزها. فعشان كده يا جماعة كل شخص النهاردة بيجي يشترك معايا لازم النهاردة بيبقى عندي خلفية تثبت كل بياناته عشان ابتدي النهاردة اقدر اساعده واساعد الناس اللي النهاردة بتتابعنا والناس اللي النهاردة بتشاهدنا من خلال الاعلان. طبعا زي ما احنا شايفين في رقم تليفون هيبقى موجود معانا على الشاشة، والرقم ده رقم صاحب الاعلان اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه. بنتكلم عن شخص النهاردة مطلق بدون اولاد وهو عنده 52 سنة وهو المفروض موجود برقم تليفونه.
النهارده طلبات الشخص ده ايه؟ عايز واحده تبقى محافظه القاهره الكبرى، هو مش حابب ينزل الصعيد او اي محافظه من المحافظات البعيده، هو بيكتفي بان هو النهارده عايز حاجه في محيط قريب مننا ويكون قريب منه، فهو النهارده عشان هو من القاهره فعايز حاجه تبقى في محيط القاهره، وزي ما قلت هو عنده 52 سنه وهو النهارده بدون اولاد وهو بيشتغل في شغله حكوميه في مكان كويس جدا ميسور الحال الحمد لله مستور وبالتالي يقدر يفتح بيت. الكلام اللي انا اتكلمته عنه النهارده ده ببساطه ده طلباته، كل واحد مننا بيبقى له طلبات من ضمنها انا بتمنى ايه؟ بتمنى زوجه تبقى صالحه، تبقى جميله، تبقى بدون اولاد، تبقى النهارده من محيط الوسط اللي انا قريب منه، عايز واحده من القاهره، دي طلباته، يعني مش عايز النهارده يخش مثلا او يروح مثلا في اي محافظه من محافظات الصعيد، هو طلباته كده، النهارده دي طلبات الشخص اللي النهارده بيشترك معايا واللي النهارده بيدور على واحده بنت ناس وواحده تكون كويسه تتناسب ظروفها مع ظروفها. سنها يبتدي من كام لكام؟ سنها يبتدي مثلا من 30 35 سنه معانا لحد مثلا 40 او 42 سنه، مفيش مشكله لحد 43 سنه، المهم تكون على قدم الجمال وتكون مقبولة الشكل. أنسة مفيش مشكلة، مطلقة زيه مفيش مشكلة بس بدون أولاد، لو أرملة برضو يبقى مفيش مشكلة لو هي بدون أولاد. فده طلبات الشخص اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه واللي بضرب بيه مثل لكل الناس اللي النهاردة بتتابعنا، إزاي أنا بساعد الراجل اللي جالي من خلال صندوق كبير وصندوق صغير. صندوق صغير الناس اللي مشتركة معايا ما توفقناش وما لقيناش الطلب بتاعه فابتدي اطرحه على الصندوق الكبير، على المجتمع اللي بيشوفنا، على الناس اللي النهارده بتتابعنا واللي عندها نفس الرغبه، ودول كميه كبيره جدا من شعوب مصر اللي عندها نفس الحاجه لنفس الطلب اللي احنا النهارده بنتكلم عليه. هي دي فكرتنا وهو ده الموضوع اللي احنا النهارده بنأصل له وبنحاول ان احنا نساعد بيه الناس. طبعا اي واحد النهارده بيشترك معايا لازم يبقى فيه اشتراك مادي بيثبت امكانياته الماديه عشان يقدر يفتح بيت. انا النهارده عشان اجي اساعد اي واحد لازم يبقى فيه اشتراك مادي بيدفعه معايا، وبالتالي اقدر اساعده من خلال ان انا اوفر له اعلان في المكان اللي احنا النهارده موجودين من خلاله، من خلال البرنامج اقدر اوفر له اعلان مستديم معانا في قلب الجريده اللي احنا النهارده بنختص بيها واللي احنا بننفرد بيها دون الاخرين. والجريدة دي موجودة يا جماعة في كل محافظات مصر، الجريدة اسمها جريدة ارتباط للزواج. الجريدة دي بننزلها كل شهر من خلال توزيع جديد بيختلف فيه بعض الأشخاص، بنحط فيه بيانات الناس اللي بتبقى موجودة معايا زي ما انتم ما شفتوا دلوقتي من شوية، وضربت المثل للأخ اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه اللي هو المطلق اللي احنا لسه كنا بنذكر بيه وبنضرب بيه مثل عشان نبتدي نعرف الناس ازاي احنا النهاردة بنشتغل. طبعا الجريدة دي هو ده أساس شغلي، إن احنا النهاردة بنحاول نبعد عن استغلال الآخرين للموضوع ده، إن احنا النهاردة بنوفر في كل محافظات مصر نسخة بتبقى فيها حوالي ما يقرب من 10 حالات شهريا وممكن تتزايد عن كده كمان، وبنقول فيها مواصفات الناس اللي بتبقى موجودة معايا، بنذكر فيها السن بتاع الشخص، بنذكر فيها طلبات الشخص، المؤهل الدراسي بتاعه، المحافظة بتاعته، الحالة الاجتماعية بتاعته إذا كان أعزب أو مطلق أو أرمل، وفي نفس الوقت كمان بنقول رغباته في الشخصية اللي هو عايزها. زي ما ضربنا مثل النهاردة بالأخ اللي احنا ذكرناه اللي هو موجود معانا دلوقتي برقم تليفونه، برضه هو ده مضمون اللي احنا بنذكره في الجريدة. طبعا كل شخصية من الشخصيات اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها ما بنقولش أسماء، ما بنقولش عناوين، ما بنحط الصور، ما بنحطش أي بيانات تشوشر على الشخص اللي النهاردة بيشترك معانا، هو ده الأمر اللي احنا النهاردة بنساعده بيه. يعني وارد ان احنا النهاردة نلاقي الطلب اللي احنا عايزينه، وارد ان احنا ما بنلاقيش الطلب اللي احنا عايزينه. هل يا ترى احنا وقفنا لحد النقطة دي وخلاص وانتهينا على كده والمبلغ المادي اللي الشخص النهاردة دفعه انتهى؟ لا، ببتدي اساعده مرة واثنين وثلاثة بإعلان واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما يلاقي الأمر اللي هو عايزه، وبساعده بإعلان من خلال البرنامج، وبساعده من إعلان تاني من خلال الجريدة بيبقى ثابت موجود معايا لحد ما هو يقول لي خلاص أنا الحمد لله لقيت الشخصية اللي أنا عايزها. طبعا التقدير والتوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، أنا كل اللي أنا بقدر عليه أنا أو غيري إن احنا نساعد، إن احنا نحط الأشخاص قدام بعض. بس ساعات كتيرة جدا لما بنجمع الأشخاص وبتبقى فيهم كل الصفات اللي بتتناسب معاهم ومع بعضهم
ما بيحصلش التوفيق بينهم من بعض، بيختلفوا لبعض الأسباب، ممكن يختلفوا بسبب السكن، يعني ممكن يختلفوا بسبب المهر أو الشبكة أو الحاجات اللي بتحصل بين الناس وبعضها. الناس ما بتتقبلش النهاردة الآخرين وما بتبتديش تتنازل مع بعضها لبعض الأمور عشان تمشي الأمور. في واحد النهاردة مثلا أو واحدة مثلا على سبيل المثال تقول لي لا أنا عايزة واحد ما سبقلوش الجواز، فتلاقي النهاردة بعد ما يبتدي يتعرض عليها الشخص يختلفوا مع بعض، بعد ما تلاقي وتعاني وتلاقي الطلب بتاعها وياخد معاها وقت طويل لحد ما تبتدي توفر الأمر اللي هي بتتمناه وتلاقي نفسها ما توفقتش. فهل يا ترى أنا النهاردة دوري بينتهي؟ لا، أنا دوري برضو مستمر، طالما النهاردة الشخص جه عندي واشترك عندي ودفع فلوس مادية، فبالتالي أنا ملزم أن أنا أفضل موجود معاه وساعده لحد ما نلاقي الطلب بتاعه. بساعده إزاي؟ أن احنا النهاردة بنحاول قدر المستطاع نحط بيانات الشخصيات دي معانا في قلب جريدة، والجريدة دي أي حد يقدر يروح يشتريها من مكان التوزيع اللي احنا النهاردة بنحدده حسب كل واحد والمحافظة اللي هو فيها. احنا النهاردة بنشتغل مع جريدة الجمهورية، وجريدة الجمهورية من الجرائد القومية اللي موجودة وليها أساس قديم جدا وليها مكاتب توزيع في كل محافظة في مصر. فبالتالي هي دي المكان اللي أنا النهاردة ببتدي أتعامل من خلاله، ولما بيكلمني أي حد من أي محافظة من محافظات مصر فببتدي أدي له رقم التليفون المسؤول عن التوزيع، وهو بالتالي يحدد له فين أقرب مكان يقدر يتوجه ليه ويبتدي يدفع ثمن الجريدة. طبعا يا جماعة بالمناسبة الجريدة سعرها هي 30 جنيه عشان خاطر نبتدي نوصل أكبر كم من الأشخاص اللي موجودة معانا في أكبر كم من الاختيارات. النهاردة أنا بحاول قدر المستطاع أن أنا أوفر ناس حقيقية، ناس عندها الرغبة في الجواز، بتدي أوصل الناس دي لبعضها من خلال الجريدة، وهو ده الفكر اللي احنا النهاردة بنحاول قدر المستطاع أن احنا نوصله كل مرة ونبتدي نتكلم عنه. طبعا احنا عندنا حالات كتيرة جدا، وده من ضمن تواجدنا على القناة الفضائية اللي احنا النهاردة بنتواجد من خلالها قناة الصحة والجمال، بيتعدي عليا كم كبير جدا من الناس، وببقى صعب جدا عليا ان انا اوفق بينهم وبين بعض، بسيب الامر من خلال اختيار الناس لبعضها. هو ده الامر اللي بيعجز عنه كل الناس، ان انا النهاردة كل اللي انا اقدر اعمله وكل اللي انا اقدر اساعد بيه الشخص اللي النهارده فعلا عنده النيه للجواز ان انا اعرض امره على الناس اللي النهارده موجوده وعندها الرغبه في الجواز، وبسيب الامور يعني تاخد مجراها بينهم وبين بعض. انا دوري الوحيد ان انا اوفر الناس النهارده اللي عايز تتجوز من السيدات والناس اللي عايز تتجوز من الرجال، وبحطهم في قلب جريده بتبقى موجوده، وهو ده الفكر اللي احنا النهارده وصلنا له واللي احنا مستمرين من خلاله من 2011 لحد دلوقتي. وبالتالي الحمد لله احنا شايفين نفسنا من خلال الوضع اللي احنا بنتكلم عليه ده محققين نسبه نجاح كويسه بدليل استمراريتنا من 2011 لحد دلوقتي. هو ده الأمر اللي أنا النهاردة حبيت إن احنا نتكلم عليه في الجزء الأولاني من البرنامج، وبعديها بشوية هنبتدي برضو نستعرض الناس اللي موجودة معايا تاني، بحيث إن الناس النهاردة تعرف إيه اللي موجود عندي وإيه هم الناس المشتركة معايا. طبعا هضرب مثل تاني لأخ تاني موجود معايا بيشتغل في السعودية وهو عنده 37 سنة، وبستأذن فريق الإعداد طبعا إن هو يبقى موجود معانا برقم تليفونه عشان خاطر ياخد مساحة من الوقت عشان يبتدي يبقى ظاهر لكل الناس المشاهدين ولكل الناس المتابعين، ربما ألاقي له فرصة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة تبقى موجودة قدامه، بحيث إن لما يجي الراجل النهاردة وينزل مصر يبقى قدامه اختيارات كتيرة يقدر من خلالها يتوصل للأمر اللي ربنا كاتبه. هو ده الأمر اللي أنا بقدر أشتغل فيه، وهو ده الحاجة اللي أنا ببرع فيها. أنا اتكلمت عنه قبل كده وبحاول إن أنا أتكلم عنه تاني، وهفضل أتكلم عنه تالت ورابع وعاشر لحد ما جمع للشخص النهاردة أكبر كم من الاختيارات. وهو ده الدور اللي احنا النهاردة بنشتغل عليه، إن النهاردة بنحاول ندور في الصندوق الكبير، صندوق المشاهدين، صندوق الناس اللي موجودة النهاردة بتتفرج علينا، الناس اللي عندها الحاجة للأمر اللي هو
كل الناس النهاردة يعني قامت الدنيا كلها عليه وعلى إعمار الدنيا اللي هو الجواز. احنا النهاردة كل اللي أنا بقدر أساعد الشخص بيه إن أنا أوفر ناس عندها الجدية لناس فعلا عندها الرغبة في الجواز، وبفضل موجود مع الشخص لحد ما يقول لي خلاص أنا الحمد لله اكتفيت لأني اتوفقت وخلاص وكتبت كتابي واتجوزت. ساعتها بس دوري بينتهي. لما يبتدي يقول لي المعلومة دي ببتدي أقف عن الأمر اللي احنا النهاردة اشتغلنا عليه. فزي ما قلت من شوية، احنا عندنا النهاردة في أخ عنده 37 سنة وهو بيشتغل مقاول في السعودية، هو من أصل مصري وفي الأصل من صعيد مصر وحد ميسور الحال جدا، وبيدور على زوجة تانية تتناسب معاه سنيا وفكريا، وهو النهاردة ما عندوش مشكلة ان هي تكون أنسة أو مطلقة أو أرملة أيا كان، حتى لو عندها أولاد ما فيش مشكلة، المهم ان هي تكون على قدر من الجمال والدين والأدب، وده أمر وارد موجود في كل بيوتنا الحمد لله. وبالتالي هو الراجل النهاردة بيدور على عفة، بيدور على واحدة تبقى موجودة معاه يكمل معاها المشوار، وده من شرع ربنا اللي حله علينا كرجال إن احنا النهاردة لينا أكتر من اختيار في الجواز. وليه ربنا أنعم علينا؟ لأن في بعض الناس اللي النهاردة بيبقى عندهم بعض الظروف بتمنعهم بسبب إذا كان في طلاق حصل أو في حد مثلا لا قدر الله توفى جوزها أو حاجة من هذا القبيل، فيبقى في مساحة للاحتواء للناس التانية اللي موجودة دي. طبعا زي ما قلت من شوية، هو الأخ هو عنده 37 سنة وهو موجود في السعودية وموجود معانا برقم تليفونه، وبيدور على واحدة تكون النهاردة سن يتناسب مع سنه، حد يكون على قدم الجمال، مش فارق معاه حتة الإقامة بالنسبة له في أي محافظة من محافظات مصر. هو النهاردة ليه شغله هنا في القاهرة وليه شغله تاني في الغردقة بإذن الله، أول ما هيبتدي ينزل هو في خلال اليومين الجايين دول في أجازة رأس السنة هيكون موجود هنا في مصر، هيبتدي يشوف الناس اللي احنا النهاردة وفرناها له عشان يبتدي يتواصل مع الناس دي. زي ما قلت من شوية، ما عندوش مشكلة في حتة ان هي تبقى مطلقة، ان هي تبقى أرملة، ان هي تبقى أنسة، عندها أولاد ما عندهاش أولاد، هو ما عندوش أي مشكلة في الحتة دي. هو كل بيدور عليه واحدة جميلة، واحدة تكون كويسة، واحدة تكون بنت ناس، بنت عيلة، تبتدي تعفه ويبتدي يكمل برضو المشوار معه. وزي ما قلت يا جماعة، في بعض الناس اللي النهاردة بنيجي نتكلم مع بعض، واللي بيتكلمني من برا مصر واللي بتبتدي تكلمني من جوه مصر بيبتدوا النهاردة يتخيلوا ان احنا النهاردة مثلا على سبيل المثال لمجرد ان احنا بنعرض واحد بيشتغل في اي دولة خليجية فتلاقي الطلبات بتبقى مغالة فيها، عشان بس من باب العلم. في بعض الناس النهاردة هم من ضمنها ناس مشتركة معايا، لما جت النهاردة بنتكلم عن احنا عندنا حد مواصفاته كذا كذا، فتلاقي مثلا بعض الناس تقول انا عايزة شقة باسمي، انا عايزة مثلا ذهب بمبلغ وقدره. طبعا الحاجات دي يا جماعة بتوقف السكك اللي ممكن تبقى ممكن مصدر سعادة للناس وهم مش واخدين بالهم. ليه؟ لان انت في بداية الكلام بتتكلمي على ماديات مع الشخص، فبالتالي انت بتحط نفسك في حتة الطمع، وده بيبعدك عن الاختيار اللي هو ممكن يوافق عليه. طبعا اي واحد النهاردة بيبتدي يقيم الناس من خلال الطلبات بتاعتها، فلما بتبقى الطلبات مغالة فيها قوي فبتبتدي الناس تاخد فكرة ان دول ناس طمعين او ان الناس دي ناس مش مظبوطة. فانا حبيت ان انا اقول المعلومة دي عشان خاطر النهاردة تبقى الامور تبقى ميسرة. النهاردة الراجل عنده شقة وعنده شقة بتاعته وهي شقة تمليك. النهاردة الراجل ما فيش مشكلة ان زي ما النهاردة اي واحدة النهاردة بتتجوز هيبقى فيه مقابل النهاردة هو بيجيبهم من الذهب او حاجة من هذا القبيل في المحيط الطبيعي اللي احنا النهاردة متعارفين عليه او اللي احنا شايفينه او اللي احنا متعامل معاه هو هيوفره. فبالتالي ما تبقاش في واحدة تيجي النهاردة تطلب طلبات ملهاش أي داعي إن هي تتكلم فيها، لأن هو مش من الناس اللي النهاردة ممكن يدي نفسه لحد. يعني إيه نفسه لحد؟ يعني هو مش لدرجة إن النهاردة واحدة مهما كانت جميلة ولا بنت ناس تقول له عايزة شقة بإذني يقول لها ماشي موافق. فأنا بس حبيت ألفت النظر للمشاهدين اللي بتتابعنا إن هو طلبه إن هو واحدة تكون بنت ناس، وواحدة تكون عايزة تعيش، واحدة تكون محترمة جميلة وتقبل وضع الزوجة التانية، وفي نفس الوقت هو النهاردة عنده أكتر من مكان وهو النهاردة ميسور الحال، والنهاردة يقدر النهاردة بإذن الله يفتح بيت واثنين وثلاثة وأربعة، وهو ده شرع ربنا اللي أحله لينا كرجال. فاللي موافقة بالأمر هتلاقي رقم تليفونه موجود على الشاشة، ومن هنا تبتدي تتواصل معاه وتبتدي بإذن الله تخش معاه في قصة الرسائل
وطبعا انا بلفت النظر لكل الناس اللي بتشاهدنا وكل الناس اللي بتتابعنا. النهارده الشخص اللي انا بتكلم عنه موجود عندي صوره بطاقه، موجود عندي صوره شخصيه ليه، موجود عندي كل بياناته. اللي حابه ان هي النهارده تبعت لي البيانات المؤكده اللي تاكد بياناتها عشان نبتدي نقول له ان في فعلا حد او في مواصفات كذا او كذا وكذا، لازم يبقى في صوره للبطاقه، صوره شخصيه، عشان خاطر الراجل النهارده لما يجي رايح اي بيت واي مكان ما يروحش على ناس مجهوله. واضح من الناس ان الناس النهارده خايفه من بعضها بسبب المشاكل اللي بتحصل وبسبب الأمور اللي ممكن يتعرض لها الناس في حياتها الطبيعية واليومية. فطبعا عشان أروح النهاردة مشوار أيا كان هو فين، لازم أنا أبقى أنا عارف أنا هقابل مين وشكلها إيه ومواصفاتها إيه وبنت مين، وهي عايزة تتأكد منه ده حقها. أنا عندي كل البيانات بتاعته، هتبعت لي بياناتها اللي بتأكد بيها المعلومة اللي إحنا اتكلمنا عنها، بالتالي أقدر أبعت لها كل البيانات بتاعته، مفيش أي مشكلة. بس يبقى إحنا النهاردة عندنا الصدق في اللي إحنا بنتكلم عنه. زي ما النهاردة اتكلمت عن حد عنده 37 سنة، عنده صورة بطاقة لي، عندي صورة شخصية لي، عندي ما يثبت بياناته، كل الكلام ده أي واحدة النهاردة عايزة تتواصل معاه مش هيبقى من خلال الكلام ومن خلال الرغي والكلام اللي ممكن الناس تتوقعه إن هو هينزل وخلاص وهيبتدي يروح ويشوف الناس دي. لأ طبعا الموضوع ده بيبقى مش مظبوط. النهاردة الست اللي واضحة زي ما هو واضح هتبتدي برضو مفيش مشكلة إن احنا هنساعدها ونساعده. أنا في المقام الأول والأخير بساعده هو، لأن هو مشترك عندي وهو النهاردة حد جه لجأ لي، فبالتالي لازم أبقى أمين معاه ولازم أحاول إن أنا أساعده. أساعده إزاي؟ بأن أنا النهاردة أوفر له ناس تكون كويسة وناس عندها الجدية ينزل يقابلهم وينزل ويقعد معاهم ويشوفهم. ومن الأمور الطبيعية اللي حلها لنا في شرعنا سبحانه وتعالى إن إحنا لينا رؤية مرة واثنين وثلاثة. بس قبل ما أروح الرؤية دي وقبل ما أشوف الناس دي وقبل ما أخش خبط على البيوت بتاعة الناس دي، لازم أنا أبقى عارف الناس دي شكلها إيه ومواصفاتها إيه وهم مين. عشان كده بقول لو في واحدة النهاردة من المشاهدين شايفة ان هو مناسب ليها، قدامك رقم تليفونه تواصلي معاه. حابة النهاردة ان انت تشوفي بياناته وتتأكدي من بياناته، ما فيش مشكلة، ابعتي لي صورة البطاقة بتاعتك، صورة شخصية ليكي، ابتدي اكدي وضعك اللي انت عليه، وانا بالتالي هبتدي اساعدك بدون مقابل، لان انا في الاصل بساعده هو، لان هو ده المصدر الاساسي اللي انا بحاول اخدمك بيه واخدم بيه الاخرين. هو ده المضمون اللي احنا بنقدمه، وهو ده الشغل اللي احنا عايزين نعرفه للناس اللي ما شافتناش في الحلقات اللي قبل كده. وضربت مثالين عشان خاطر كل الناس اللي النهاردة بتتابعنا تبقى عارفة احنا بنشتغل ازاي. طبعا احنا هناخد فاصل وهنرجع بإذن الله بعد شوية نبتدي نستعرض بعض الناس اللي موجودة معانا واللي هتبقى موجودة بإذن الله بياناتها معانا في قلب الجريدة. في اللي حابب ان هو بإذن الله يكمل معانا وحابب ان هو يعرف ايه مضمون الناس اللي موجودة معانا يتابعنا بإذن الله بعد الفاصل. بإذن الله يكون موجود معانا كل التفاصيل اللي موجودة معانا اللي بيها يقدر يتواصل مع كل الناس اللي مشتركة معانا. شكرا ليكم وشكرا للمتابعة، وهنتظركم بإذن الله بعد الفاصل. طبعا رجعنا لكم تاني وبنحاول ان احنا نستعرض مع بعض بعض الحالات اللي موجودة معانا في الجريدة. عشان كده النهاردة حابب ان احنا النهاردة المدة الزمنية اللي احنا النهاردة بنقضيها مع بعض نقول ايه هو اللي موجود معانا في قلب الجريدة، ولو حب النهاردة حد يشتري الجريدة ايه المحتوى اللي هيكون موجود فيها. طبعا احنا هنبتدي باول حالة من ضمن الناس اللي موجودة معايا، هي أنسة 32 سنة، هي من القاهرة وهي مؤهل عالي، وهي ترغب في حد يكون اعزب او مطلق او ارمل بدون اولاد ولا تقبل الزوجة تانية. دي من ضمن الحالات اللي موجودة معانا في قلب الجريدة. فاللي النهاردة حابب ان هو يشتري الجريدة، انا بحابب ان انا النهاردة اقول ايه هو اللي موجود معايا في قلب الجريدة عشان يبتدي الشخص يبقى عارفه. طبعا زي ما قلت من شوية في بداية كلامي ان احنا النهاردة سعر الجريدة موجودة في كل محافظات مصر وهي سعرها 30 جنيه. فبالتالي الشخص النهاردة هيقدر يتواصل للحالة دي وهيلاقي رقم تليفونها، هيبتدي يعرض نفسه على الحالة اللي هي تتناسب معاه. هنرجع نقول برضو في أخت تاني عندها 27 سنة وهي محافظة الجيزة، وهي مؤهل عالي وعايزة حد أعزب أو مطلق، وهي لا تقبل وضع الزوجة التانية. طبعا ده المضمون اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه، وهو ده المثل اللي انا بضربه للناس اللي بتتابعنا ايه هو اللي احنا بنذكره في قلب الجريدة بتاعتنا عشان خاطر يبقى كل واحد عارف
ايه اللي موجود معايا وايه هي الطريقه اللي احنا بنعرف بيها الناس اللي معايا. طبعا يا جماعه زي ما اتكلمت من شويه، ما بحطش اسماء، ما بحط الصور، ما بحطش عناوين. كل شخصيه النهارده بنحطها بنقول مواصفاتها وطلباتها وبنقول رقم تليفونها عشان يبتدي الشخص اللي النهارده يشتري الجريده يبتدي يتواصل مع الحاله ويعرض نفسه على الناس اللي موجوده. طبعا انا عندي برضو اخت تاني عندها 32 سنه، احنا قلنا من شوية واحدة من القاهرة عندها 32 سنة، ودلوقتي بنتكلم عن أخت تانية عندها 32 سنة وهي من محافظة الجيزة وهي مؤهل عالي وهي لا ترغب وضع الزوجة التانية، هي عايزة حد يكون أعزب أو مطلق بدون أولاد ويكون من نفس المحافظة اللي هي منها. وزي ما اتكلمت النهاردة بقول يا جماعة كل واحدة من الناس اللي احنا النهاردة بنذكرهم بيبقى في رقم تليفون عشان يبتدي يعرض الشخص نفسه عليها. يبتدي يعرض نفسه ازاي؟ ان هو يبعت لها صورة البطاقة عشان يبتدي يبعت لها الصورة الشخصية، يأكد بياناته بشكل رسمي ويبتدي يتواصل معها. ان كان في النهاردة طريقة للتواصل هتبقى النهاردة الدنيا هتبقى سهلة جدا، لان الراجل الصح بيبتدي يثبت حقيقة وضعه من خلال الطريقة اللي النهاردة كل الناس بتتبعها، ان احنا النهاردة بنبعت بياناتنا وبنبعت وضعنا لكل الناس اللي احنا النهاردة عايزين نتكلم معاهم عشان الناس النهاردة تبقى متأكدة من كل بيان احنا النهاردة بنقوله عن نفسنا. يعني وارد ان في بعض الناس تتصل تقول والله انا دكتور او انا مهندس او انا محامي او انا ايا كان الشغلة اللي بشتغلها، فطبعا احنا النهاردة في مجتمع ما بقاش بيصدق بالكلام، عندنا النهاردة في امكانية نقدر نستغلها ان احنا النهاردة نبعت صورة تثبت كل البيانات اللي احنا بنقول عليها. لو انا مطلق اقدر ابعت صورة قسيمة الطلاق، لو انا النهاردة عازب موجود في قلب البطاقة بتاعتي ان انا اعزب، لو انا النهاردة بشتغل شغلة معينة اقدر ابعت الكارنيه بتاع الشغل بتاعي. فبالتالي بقت الطريقة سهلة ان احنا نقدر نتواصل مع بعض واحنا بنعرف هل يا ترى الشخص اللي بيكلمنا عنده المصداقية ولا لا. طبعا عندي برضو أخت تانية عندها 45 سنة وهي مؤهل متوسط وهي من القاهرة، دي من ضمن الناس اللي موجودة معانا ودي تقبل يعني وضع الزوجة التانية، بالنسبة لها ما فيش مشكلة. زي ما قلت من شوية أنسة مؤهل متوسط 45 سنة من القاهرة وتقبل وضع الزوجة التانية. زي ما اتكلمت برضو من شوية عن كل الناس اللي موجودة معانا والناس اللي بتشاهدنا، الجريدة يا جماعة موجودة في كل محافظات مصر من خلال جريدة الجمهورية. أي حد النهاردة عايز يتوصل لنسخة من الجريدة يقدر يتصل معايا بعد الهوا وابتدي أديله رقم المسؤول عن التوزيع عشان يبتدي يعرف أقرب مكان يقدر يروح ياخد منه الجريدة بإذن الله. طبعا في أنسة تانية عندنا معها 39 سنة وهي مؤهل عالي ومن الجيزة وهي على قدر من الجمال وهي معاها مؤهل عالي زي ما قلت من شوية، وهي أنسة ومكان راقي جدا من الجيزة وعايزة حد يكون نفس المواصفات ان هو يكون حد وسط اجتماعي راقي، حد يكون مش فارق معها حتة ان هو متزوج او عايز زوجة تانية او مطلق او ايا كانت الحالة، المهم ان هو يكون ميسور الحال جدا وهي تقبل وضع الزوجة التانية، بس ليها شروط معينة من ضمن شروطها ان هي بتتمسك بان هي مش عايزة تبقى لابسة الحجاب، هي بشعرها والنهاردة هو ده طلبها ان هي عايزة واحد يكون يتناسب ظروفه المادية والاجتماعية معاها، وفي نفس الوقت هي في مجتمع راقي فهي عايزة حد من نفس الوسط ده. في أخت تانية برضو من ضمن الناس اللي موجودة معانا وهي عندها 38 سنة وهي مؤهل عالي وهي موظفة حكومية وهي زي ما قلت من الجيزة من شوية وعايزة حد يكون أعزب فقط، أعزب فقط اللي احنا بنتكلم عنها، هي مؤهل عالي وهي ما شاء الله معاها بتشتغل في مكان وظيفي كويس جدا مرموق جدا، وزي ما قلت من شوية هي محافظة الجيزة وهي عايزة حد يكون مؤهل عالي زيها وعايزة أعزب فقط. دي بعض الحالات اللي احنا النهاردة بنتكلم مع بعض عليها عشان خاطر اللي حابب ان هو يشتري الجريدة يبقى عارف ايه هو المضمون اللي يقدر لما يروح يشتري الجريدة هيلاقي مين يتناسب معاه ومين مش هيتناسب معاه، هل يا ترى ينفع يشتريها ولا ما ينفعش يشتريها، هل يا ترى فيها ما يناسبه عشان يبتدي يعرض نفسه على الناس ولا لا. فهو ده السبب اللي احنا النهاردة بنتكلم فيه في المقطع الثاني من البرنامج بتاعنا عن الناس اللي موجودة معانا في الجريدة والناس اللي نازلة بأرقام تليفوناتها.
طبعا احنا معانا برضو اخت تاني عندها 37 سنة وهي من المنصورة، وهي معاها مؤهل عالي وموظفة حكومية في مكان راقي جدا، عايز حد اعزب ما سبقلوش الجواز من القاهرة او من القاهرة الكبرى او من المنصورة او من اسكندرية، ما فيش مشكلة وتقدر تنقل شغلها، بس شرطها الاساسي ان هو اعزب فقط ما سبقلوش الجواز، ويكون بيشتغل في شغلة كويسة جدا، ويكون برضو زيها على نفس المستوى العلمي زي ما قلت من شوية، هي معاها مؤهل عالي وبتشتغل في مكان راقي جدا، فعايزة حد يكون يتناسب ظروفه مع ظروفها. وضع ان هو يكون مطلق او ارمل او حاجة من هذا القبيل بالنسبة لها مرفوض، اعزب فقط. طبعا معانا في أنسة تانية عندها 41 سنة وهي من الجيزة وهي ما عندهاش مشكلة في حتة الزوجة التانية، هي زي ما قلت من شوية 41 سنة وبتشتغل موظفة حكومية في مكان خاص بالدولة، قطاع من قطاعات الدولة، وهي من الجيزة وعايزة حد النهاردة سن يتناسب معاه، شرط ان هو يكون عنده استعداد للإنجاب زي ما قلت من شوية يا جماعة، هي 41 سنة وهي من الجيزة موظفة حكومية على قدم الجمال والدين والأدب، وعايزة واحد أهم حاجة بالنسبة لها الإنجاب، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، يفضل ان هو يكون من القاهرة الكبرى، يعني محافظات او اقاليم بالنسبة لها هتبقى صعبة ان هي تنتقل ليها، بس هي ما عندهاش مشكلة في وضع الزوجة التانية دي من ضمن الناس اللي موجودة معانا واللي نازلة برقم تليفونها. في اخت تاني معانا من ضمن الناس اللي مشتركة معانا وهي عندها 47 سنة وهي موجودة محافظة سوهاج، وهي ما عندهاش مشكلة في حتة النهاردة يكون سن يتناسب مع سنها، ويفضل ان هو اذا كان من محافظة سوهاج او من اي محافظة قريبة حتى لو القاهرة بالنسبة لها، بس يعني لا ترى في وضع الزوجة التانية. معانا برضو في أنسة تانية عندها 30 سنة وهي عندها إعاقة بسيطة، وهي في الأصل من إسماعيلية، معاها مؤهل عالي وموظفة، وبترغب في حد يكون يا إما من إسماعيلية شرط ده بالنسبة لها، أو محافظة قريبة من الإسماعيلية، وزي ما قلت من شوية هي 30 سنة وعندها إعاقة بسيطة في الرقبة. وفي موظف عنده 53 سنة وهو مطلق والنهاردة موجود برضو معانا من ضمن الناس اللي موجودة بأرقام تليفوناتهم. في أخت تانية موجودة معانا وهي عندها حوالي 43 سنة وهي تقبل وضع الزوجة التانية، وهي من محافظة السويس، وهي على قدر من الجمال وبتمنى لها بإذن الله التوفيق في الأمر اللي هي عايزاه، زي ما قلت من شوية مطلقة بدون أولاد، ما عندهاش أولاد وبتقبل وضع الزوجة التانية وهي من محافظة السويس. اللي حابب النهاردة ان هو هيشتري الجريدة هيلاقي بإذن الله كل المواصفات اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها موجودة معانا في قلب الجريدة. طبعا عندنا مطلق تاني عنده 38 سنة وهو من المنوفية، وهو معاه 3 أولاد بس عايشين مع والدته، وهو النهاردة بيشتغل مهنة حرة وما شاء الله ميسور الحال جدا. في نفس الوقت اللي هتقبل بالوضع بتاعه هي مش هتربي أولاد ولا حاجة، لأن أولاده بيتربوا مع والدته وولاده كبار، هو عايز حد يكون يتناسب معها، يتناسب معاه في المواصفات السنية، يكون يقبل وضع الإقامة في المنوفية. فبالتالي اللي حابة ان هي تتواصل معاه هتقدر تشتري الجريدة وهتلاقي مواصفاته وهتلاقي رقم تليفونه عشان تقدر تتواصل معاه. طبعا من ضمن الناس اللي موجودة معانا يا جماعة في أخت تاني موجودة معايا وهي أرملة وعندها 43 سنة وهي من الدقهلية، عندها 3 أولاد، وهي ترغب في زوج يكون ميسور الحال يقدر يتولاها ويتولى أولادها، السن يكون مناسب، ما عندهاش مشكلة في حتة الزوجة التانية. ودي من ضمن الناس اللي موجودة معانا واللي النهاردة حابب ان هو يتواصل معانا نقدر نديله رقم مسؤول التوزيع عشان يبتدي يشتري الجريدة من المكان اللي هو فيه. طبعا زي ما احنا ما شفنا كده في خلال المضمون اللي احنا بنتكلم عنه ده بعض الحالات اللي موجودة معايا واللي بتبقى موجودة في قلب الجريدة، فاللي حابب ان هو النهاردة يتواصل معانا يبتدي يبقى عارف ايه المضمون معانا. طبعا احنا كنا سعداء جدا بوجودنا معاكم، كنا
سعداء جدا بالمشاهدين اللي كانت معانا، واتمنى باذن الله ان انا اكون وصلت المعلومه على اكمل وجه، واللي حابب ان هو يقدر يتواصل معانا او يشترك معانا ارقامنا بتبقى موجوده باستمرار على الشاشه، ولينا صفحتنا باسم جريده ارتباط للجواز، وباذن الله اتمنى ان انا اكون عند حسن ظن ربنا سبحانه وتعالى وعند حسن ظنكم. شكرا ليكم، شكرا للمتابعه، شكرا.